قال لك ان هو بيبدأ من دلوقتي يا فندم عشان الاربع سنين اللي جايين. احنا كدولة كشركة متحدة للرياضة بنشتغل للاربع سنين اللي قدام بمجرد ما الاولمبياد تنتهي، واتصور من قبل ما تنتهي كمان، قبل ما تبتدي بنكون بنفكر في الاربع سنين الجايين. اه ان البلان صعبة وانك توفر لهم اللي هم عايزينه مش حاجة سهلة، ولا من قبل ما تبتدي الاولمبياد دول خلاص سافروا يلعبوا، في جينيريشن جاية تلعب لسه، هو جيل بيسلم جيل، وهم نفسهم لسه عندهم فرصة تانية كمان، وحياخد معاه جيل جديد، والجيل الجديد ده هيلعب اول مره يتعلم، وبعد كده جينيريشن تو جينيريشن. هي دي الرياضه، وهي دي حلاوه الرياضه. زي ما بشوف، هو مين قالك مثل اعلى في الرياضه مين؟ كرم كابتن كرم. وانت قلت لي مين؟ محمد ايهاب طبعا اسماء كبيره وعظيمه، في حد سلم جيل وجيل، وهو هيبقى مثل اعلى لعيب صغير، فدي سنة الحياة واحنا وراهم. بس انت بتبقى مرتاح من جواك اتصور لما تحس ان الطاقة دي عندهم، يعني انت ممكن تقلق لو قلت ايه؟ عمر ما في حد هيلعب باسم مصر ما عندوش طاقة، وهقولها لك، وانا عشرتهم يعني اغلب الرياضات. كلهم عندهم نفس الطاقة، كلهم عارفين اهمية بلدهم، وكلهم فخورين انهم بيحملوا اسم مصر وعايزين يرفعوا علم مصر ايا كانت الرياضة وايا كان نوع البطولة. طاقة الواحد بيحب بلده زي ما كلنا بنحب بلده، ده رأيي. أنا هاخد دي من أستاذ محمد وهجيلك بيها. كريم بيقولك إنه يا عم لأ، ما هو ده بطل كده كده، هو رايح عشان ياخد ميدالية عشان هو تعب ونفسه يعني. بس إحنا وإحنا بنتفرج على الشاشة، مش في المدرجات كمان، على الشاشة، وأشوف بس على دراعك مثلا ولا التيشيرت بتاعك علم مصر، واحد جسمه بيقشعر كده وشوية حماس وروح بتحصل له، بقعد أقول هو الراجل ده بيبقى حاسس بايه دلوقتي؟ قول لي بقى انت بتبقى حاسس ايه في اللحظه ديت وانت اصلا لابس تيشيرت عليه علم مصر؟ هي في اللحظه دي طبعا اللحظه دي بتكون بالنسبه لك كبيره جدا، ان انت تمثل بلدك وتمثل البلد اللي انت انتمائك ليها والشعب اللي انتمائك ليه واهلك وناسك وكل الحاجات، انك تمثل الناس دي كلها في بطوله، ويكون الحمل كله على كتفك انت، ان انت اللي تقدر انك تفرحهم، انت اللي تقدر ان انت تخليهم يفرحوا ببلدهم وبانجازهم، فدي طبعا بتكون حاجه كبيره جدا، دي اكبر حاجه ممكن تديك دافع ان انت تعمل اي حاجه، بس ان انا نكسب، ان انا افرح الناس دي، ان انا افرح الشعب ده كله، ان انا امثل بلدي بالشكل اللي يليق بيها فعلا، فدي بتبقى حاجه كبيره طبعا، حاجه كبيره جدا.